هذه نفس الجماعات التي لا تفرح كثيرا بالتقارب بين الإقليم والمركز، هي نفسها التي أطلق صواريخها على أربيل قبل يومين. لذلك ماكرون كان واضحا مع مصطفى الكاظمي، كان واضحا أيضا مع برهم صالح ومع الحلبوسي، بأن لا يمكن أن تكون الدولة بهذا الشكل دون حل المشكلات العالقة مع الإقليم. وأعتقد أنه تم الاتفاق على كل الخطوط العريضة، وتم الاتفاق وباقي التنفيذ. يعني موضوع الإقليم والحكومة أنا أعتقد منتهي، وتبقى فقط أيام لتنفيذ هذا. هو ليس المشكلة بين الإقليم والحكومة، المشكلة بالحكومة نفسها وما يدور حولها، لا سيما في المحافظات الجنوبية والمحافظات الغربية. إنما الحكومة تنظر إلى الموضوع الإقليم أنه خالي من المشاكل، وموضوع الرواتب وحله بسيط جدا، والمنافذ الحدودية تقريبا بطريقة على الحل، وأيضا موضوع النفط وتصديره أيضا قريب جدا، الأخبار تقول أنه تم حله يعني.